نحاول نبدأ مباشرة، نحاول نبسط لكم شوية القصيدة الأمازيغية، نشرحها شوية. هي قصيدة كتحدث عن موضوع الغدر، وبالتالي عبرها كيتجلى التعبير عن تلك الآثار والآلام اللي كتجي من الأعماق اللي كتكون كتنهادات وكتكون كصرخات من بعدها، بما فيها ذلك التعبير الدقيق عن معاناة الروح في مثل هذه المواقف. والعنوان هي بعنوان الجرح اللي ما كيندمج. كنقفاي وسينين ونغذى بثوذة يذفاي غذا خير الكخسان يذور وذا يشتير يجممشان نصباخ سر حريق ويتمرسين تفافيخ رعوين يزديقن تفافيخ رعوين يزديقن ويغيان صوب باشن تموراون تفافيخ ميني صبحل وذي تجير غيار ورادف قسل يصوريف نينو تمصد فام القيرن رحنو دينو بورين دور القعد الزيقن أبو حبر ينو يتنو دومن ويتعياحن يتطاون ويتمرسين يتقطوض شوي شوي يتسوسن ديثو ذات يسروبان رضي جضال يتطاون يبزاس عدم شو مخوصة يتحضر يكمل ثروغي مجيس فضاون يذور ويتجي غمن ربي من أسفا زي غنياوني الزمن ربي من طواه إذا غي صفغن زي الحوج تغوفيت يزبغن تبقراون زي تفقاع دي مناس يخيس هشن رهراج ويتقنفين وتسقنفين وراضي ضغبا. شكرا.